الريف ابو الورده، طلعنا انتاج منها الحمد لله والشكر. هسه حاليا حطيته ويا غير ذكر لاتينو. خلينا نشوف هاي التركيبه شو راح تطلع ويانا، ان شاء الله راح تكون حلوه مركبه. طبعا حاول دائما انك تغير التركيبات، تشوف مثلا هذا الانتاج شنو طلع لك منه، ما عجبك اللون مثلا او عجبك اللون مو انت حبيت تغير اللون، تقدر تخلي اي ذكر يكون انت عندك مثلا حلو يناسبك، حاول تخليه ويا هذا الذكر ويا هاي الانتاج لحتى تشوف شنو الشيء اللي يطلع لك. لازم تلعب بالانتاج لحتى يصير عندك خبرة بالتركيبات، تعرف هذا إذا خليته ويا هذا راح يطلع، هذا ويا هذا راح يطلع. لازم أنت تعرف هذا الشيء، مو شرط إنه تتعلم من الناس أو تشوف الناس اللي تنزل تتعلموها، هذول يكون نفس الطريقة تعلموا لحتى قدروا يميزون وصار عندهم خبرة شنو الإنتاج اللي يطلع أو شنو الطريقة اللي يسوونها أو شنو التركيبة اللي تسويها أنت. انا تيجي تقول لك انا اريد الهدر مون شلون طلع، تقدر تسوي. انا حطيت هذا الذكر، هذا الذكر نفسه اللي فيه صفار شويه، حطيته ويا الانثى لون ازرق، هاي الانثى، هاي الانثى لون الازرق، طلعوا لي هدر مون. الهدر مون قلت لك اياها التركيبه سهله صدقني بالنسبه لي لانه تعلمت عليها، فحبيت اغير الهدر مون، حبيت اطلع النتيجة الثانية. خليني اشوف جرب هاي نسوي الذكر في صفار وهي مثل ما يقول لك هي ازرق فاتح، راح نشوف النتيجة ايش راح تطلع لنا. عرفت شلون؟ يمكن همين هاجر مو بعيدة، بس على الاقل بها صفار شوية تغير الطريقة. وهذا الانثى من النوع شوية اضخم شوية من الهليكوبتر اللي هو ابو الوردة، حجم اكبر شوية. لهذا السبب حطيتهم سوية لحتى نشوف، مع انه الانثى من نوع الفول يعني الحبة الكبيرة اللي ريشها اكبر، الفرشة مالتها الفول كل شيء بالراس عندها تقريبا 3 وردات ماشي، افراخها طلعوا نفس الجمال ما شاء الله حلوين، وبهم همين قليل من الصفرين. الابكى كان انجلش ابيض ماشي، لهذا السبب طلعت لي هاي النتيجه اللي قلت لكم عليها. هسه شوف هنا الذكر قوي، وانت ذكر ما شاء الله طلعت منه انتاجين، مع انه كبير بالعمر طلعت منه انتاجين، وهاي الثالث ان شاء الله اذا هاي الموسم راح يشتغل به. الذكر ما شاء الله قوي ومرتب، صار عنده فترة ريحته فترة، يعني تعرفون بالإنتاج لازم تحاول تريح الطيور اللي عندك، حاول إنك تستفاد من الراحة للطيور، لأنه إذا تتعب الطيور راح تؤدي إلى الوفاة، يعني راح تخسر طيورك للأسف، فحاول إنك تستفاد منها وتعطيها فيتامينات من بعد انتاجين اكثر شيء، لا يغرك الانتاج ولا يغرك الكثره، لانه اذا غريتك الكثره او الانتاج صدقني راح تخسر الاب او الام، ويمكن اثنين مع بعض. عرفت شلون؟ لانه يتعبون اكثر من اثنين، لا تحاول تنطيهم. انتجوا عندك مرتين واحده ورا الثانيه، تقدر تريحهم مده تقريبا ماكسيموم عاد لك شهرين ونص ثلاثه، لحتى تتعلم شلون تحافظ على طيورك. بالنسبة لي أنا صراحة أكثر إنتاجين ما أخليهم يسوون، أريحهم. بالبداية كنت نفس الشيء أسوي 3 إنتاجات أو 4، ولما يموت الفحل الذكر يا أما تموت الأنثى. بس هسه تعلمت من هذا اليوم وذاك اليوم، تعلمت فكرة انه انتاجين واريحهم شهرين ثلاثة، شهرين ثلاثة، كل ما اسوي انتاجين اريحهم شهرين ثلاثة. تعرفون الشهرين ثلاثة تعرفون ايش قد يرتاح الطير؟ بس فيتامينات، شيل البوكس، تحطهم،
كل واحد وحدة لفترة، بعدين ترجع تركبهم سوية إذا حبيت. ما راح تفرق هو، بس حاول إنك تستفاد وتريحهم. كل ما ريحت الطيور كل ما كانوا مرتاحين، كل ما صارت صحتهم زينة، لأن الإنتاج مو سهل. صدق الإنتاج والتغذية مو سهل. الطيور كل ما اعتنيت بيها، كل ما حافظت عليها، كل ما انطتك إنتاج اللي أنت تريده وبصحة جيدة. لأن الذكر إذا كان تعبان وهمل الأنثى وعدهم أفراخ، صدقنا حيطلع بيها هواي مشاكل الأفراخ. ليش؟ لأنه قلة التغذية راح تصير عندهم مشاكل صحية، قلة الأكل والجسم راح تصير عندهم مشاكل. فلهذا السبب حاول إنك تستفيد من هاي الفكرة. صدقني مو مثل البعض كلهم هم إنتاج وبعدين للأسف فترة يقول لك ها الذكر صار ما يفهم. صعب إنك تعالج الذكر إذا بلش المرض. أي طير من الطيور الباجي إذا تمرض صعبة إنك تعالج بسهولة. عرفت شلون؟ البعض يقول لك هو أنا عالج، لا ما في شيء. الطيور إذا ارتاحت ها طول عمرها تكون مرتاحة، بس إذا تعبت صدقني صعبة إنك تقدر تعالجها بسهولة. حتى لو كان طبيب بيطري مستحيل إنه يعالجها بسهولة. بس هي منين تتمرض؟ من الإنتاج. تتمرض أكثر شيء من سرعة ضغط بالإنتاج. أكثر من وجبتين نتحاول تستفيد منها، أكثر من وجبتين انتجت منها ريحها انتجت غير طيور. شوف لك غير زوج تقدر تنتج منه وتستفاد منه، بس تحاول تضغط عليهم أكثر. أتمنى أكون أصلتكم الفكرة حبايب القلب. هذا فيديو قصير بس سويته لحتى أفيدكم بهواي شغلات تستفادون منها.